ثلاثة أشهر كل ما يبعتوا إشارة اليهود يروحوا حقك الشفرة. اه فهمنا بقى عشان الناس بقى تبقى فاهمه الموضوع ده. الاشاره كانت بتتبعت ازاي؟ هقول لك. وبعدين قعدوا 7 ايام مش قادرين يبعتوا اشارات. كل ما يبعتوا اشاره اشاره من مين لمين؟ من مصريين مع بعض. من جيش مثلا من جيش للجيش. من جيش للجيش. اليهودي يلقط اللي بياخد الخبر. بناء عن كده الرئيس لما لقوا مش قادرين يبعتوا اشارات قال في دون حكايه الاشارات لقيادات الجيش. قائد الجيش راح جاب عمل مؤتمر للفرق والألوية والكتائب. ده كان مين قائد الجيش وقتها؟ ما حدش جاي له تليفون دلوقتي. بعد 4 ساعة أنا هتصل معاك. بعد 4 ساعة راح متصل مع قائد الجيش. سأل قائد الجيش مين سمع الكلام بتاع الشاويش؟ قائد الجيش قال له أنا وقائد اللي هو رئيس الأركان. قال له حد تاني سمع؟ قال لا. أعتبر ده سر. لو السر ده طلع هعاقبكم. دلوقتي اللي عارفين السر إحنا 5 صنفار. قال لي انا والشاويش وقائد الجيش وقائد اللواء ورئيس الاركان. السر ده بقى طلع حاكمكم. في ازاي لو عطل منك هتعمل ايه وحاجات من ده. وبعد كده بقى ايه يروح ايه دخلونا في صحراء سيناء. سنة كام بقى الكلام ده؟ 71 شهر كام؟ بعد حوالي بعد ما مسك الرئيس بتاع 3 4 بعد 3 شهور بس ده كان مسك في مايو ولا معظم سبتمبر او سبتمبر 70 السادات مسك بعدها على طول. وبعدين اللي مهد لنا الدخول هناك بقى ايه؟ بعد النكسه مباشره سنه 67 عشان كل حاجه جاي ايه؟ كل شيء بقدر كده. بعد 3 اشهر من النكسه سنه 67 فصيله من الغدا بشريه راح جايبين بطيخ كبير فتحوه نصين عوروا البطيخ عملوا زي الخوذه كل واحد لبس البطيخ ده نزل الميه عايمين اللي يسيبوا لك ايه البطيخ عايش الميه راحوا مسكوا فصيله اسرائيليه ذبحوهم. من ساعتها بقى الاسرائيليين كان بيعملوا ايه؟ بيجوا اخر الضوء. هم في الاول كانوا محتلين القناه كله. يجوا في اخر الضوء ياخدوا بعدهم 5 كيلو يروحوا يعملوا دفاع منطقه. يرجع يسيبوا القناه 5 كيلو يروحوا عمليه دفاع منطقه. في دفاع المنطقة يجيبوا دبابة 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 دائرة هم ينفوا في الدبابات. ده اللي بقى مهدنا الطريق ان احنا ندخل ازاي. طبعا احنا مش عارفين الاستطلاع كان جاب الموضوع بتاع المخابرات عارفين. كنا بقى دخلنا كان عشتنا فين؟ هاويس المية. هاويس مية يعني ايه؟ هاويس مية عبارة عن بير. هاويس مية السيل بينزل عليه بشدة يتملي الهاويس ده. الهاويس مش نازل نحت زي بتاع بلادنا. الهاويس نازل كده وبعدين ليه جيوب مغارات مغارة طبيعية. ما احنا ما كنا عايشين جوه المغارات ده. طول النهار جوه المغارة وبالليل نروح نطلع نجيب معلومات. معلوماتنا كان ايه؟ نجيب عدد المركبات موجودة في المنطقة. لو جبت عدد المركبات في المنطقة تعرف القوة قد ايه موجودة. كان هما كانوا مش متراكبين تملي كان بيركبوا دبابة أو عربية نص جنزير. عربية نص جنزير بيشيل 14 فرد. 6 و6 و2 قدام يبقى 14 طن. الدبابة يشيلوا 4 انفار طن. لو جبت الدبابة وعربية جندري عارفة القوة قد ايه الموضوع. ما كانش شغلتنا ده. ما معناش ولا سلاح. ولا ليه احنا داخلين كتجسس نجيب معلومات بس. ونتكلم من هناك بقى نتكلم بقى بالنوبي. بالنوبي. انتوا كده المفروض ان انتوا افراد مدنيين. مدنيين. وبعدين اللي كان بقى اللي بيمولونا مين؟ عرف سيدي هم اللي كانوا